أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. إذا دورنا ما زال مستمر، وأجلكم دائما مشاهدينا نجتمع في هذه السويعة من الزمن من برنامج كل الجزائريين ما وراء الجدران باش نساعدوكم للخلاص من همومكم. إذا مشاهدينا اليوم حنناقشوا قضايا متنوعة ومختلفة، من بينهم قضية شاب جزائري تنقل بيقع المقدسة من أجل تأدية مناسك العمرة، لكن لحد الآن منذ سنتين ما على بالهمش الأهل نتاعو إذا راهو متوفي مفقود أو حتى حراق. راح نناقشوا هذه القضية، وكذلك حنفتحوا قضية فتح الله اللي متواجد في السجن بتهمة حرق شاب هنا في العاصمة، وكاين أطراف متورطة في القضية حتحضر معنا في الفلاتو وتعاود تفتح هذه القضية. إذا مشاهدينا ما نطولش عليكم، نرحبوا مع بعض مع الأستاذ عبد الحفيظ كورتيل. أهلا بك أستاذ. شكرا. ونرحبوا بالشيخ شمس الدين الجزائري، مرحبا بك شيخ. أهلا. شكرا. إذا مشاهدينا قلت لكم أنه المدعو كمال فرعون تنقل إلى البقعة المقدسة في سنة 2014، لكن منذ ذلك اليوم ما ظهرلوش حي حتى أثر، ما على بالهمش الأهل تاعو إذا مفقود، خاصة وأن السلطات السعودية أكدت وأقرت من خلال تقارير اللي رفعتها أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وصنفاته في خانة المجانين، لكن الأهل تاعو عندهم رأي مختلف، لذلك حضروا من مصر غانم باش يقسمونا ويقسموا هذه القضية وهذه المأساة اللي ما يعيشوها. نرحب بكم أولا سيدتي، أنت زوجة المعني في القضية وانت نسيبه اللي تنقلت معاه العمرة. إذا سيدتي نبدأ معك من 2014، من هذاك النهار ما عادش أرض الوطن. هو شحال في عمره؟ كان 39 سنة. هو معلم أستاذ رياضة، أستاذ تربية مدنية المتوسطة، التربية المدنية. ولكن قبل ما يروح العمرة، قبل كان يعني هو الصحة تاعو كان لاباس به، ما كانش ربما مضطرب نفسيا، خاصة وأنه السلطات السعودية والشهادات الطبية اللي دفعوهم قالوا أنه مريض نفسيا. كان يعاني هنا بصح ما كانش وين وصل. كيفاش كان يعاني؟ باش كان يعاني؟ اضطرابات زعما تأثر عليه، يتقلق، عنده لينار. لينار هكا وتبين عليه يهدرته وتبان باللي راه خفيف على ما راهش عاد. كان يشرب دواء على هذا القلق؟ يشرب على هذا القلق، يتمشى به، يخدم به، ما كانش اللي عارف هكا، باين باللي راه يعاني من هذاك تاكي صرات لها كبان. وكي انتم صرحتوا كي كان رايح العمره باللي مريض شويه عنده هاد المشاكل؟ لا، كي رحت العائله معاه كي زار طبيبه قال له غادي نروح، قال له واتروح. ما اعترفلوش باللي شويه مريض؟ الطبيب تاعو كان عنده يعالج معاه شحال منها، كي قال له راني رايح قال له نورمال. رخص له هنا الشيخ، ربما الطبيب يرخص له اذا كان مريض ولا ماشي مريض باش يروح للعمره. من الاخطاء اللي يرتكبوها المعتمرين والحجاج انه لا يصرح بالحقيقه، وهذا كذب. لما تيروح للطبيب ماشي الطبيب نتاعو اللي ما في عالجه، لا الطبيب اللي يعطي له شهاده باللي يقدر يجيب عمره ولا لا. كثير من الحجاج ما يقولوش الحقيقه، هذا رجل مريض، يعني نحب ولا الحقيقه انا رجل مريض، مريض بمرض نفسي، لكنه لم يصرح للجهات الرسميه المشرفه على العمره انه مريض، والاهل تاعو ما صرحوش انه مريض. فلما وصل الى السعوديه دخل الى المستشفى، وقرر الاطباء في السعوديه انه مريض بمرض عقلي. نعم هكذا هو دار هذا الفحص الطبي قبل ما راح، لانه هذا الطبيب الدكتور الطبيب ديالو طبيب شخصي، حتى هو يعني راه يقول انه هذا الانسان صح مريض ويتطلب دخول المستشفى، نيسيسيت اون هوسبيتاليزاسيون. استاذ ريم تحسوا على المسؤوليه تاع الطبيب تحسوا، ولكن عمرنا ما نهضروا على مسؤوليه الاهل. الاهل يعني هما حتى هما يخبيو، هو شخصيا خبى. لا هو خبى لانه مريض عقليا، يعني واش من مسؤوليه عند الشخص تحس به؟ لما توقع الكارثه بده يقول لك كان مريض، كان عنده اضطرابات عصبيه. الان انا بدوري حبيت نعرف شيء اذا كان ممكن. شيخ شمس الدين، اشخاص اللي مرضى بالامراض العصبيه هل واجب عليهم يقوموا فريق؟ هو اذا كان فاقد للعقل هذا ماهوش مكلف اصلا، يعني هذا ماهوش مكلف. الحق احنا الحصه الهدف تاعنا نديروا نداء باش نصيبوا هذا الرجل. باك حنا انا ناقشوكم على كيفاه سمحتوا له يروح للعمره. هذا ما كان هو اللي خذا قرار ولا اهله ولا شكون؟ هو خذا قرار، هو خذا قرار. كان لازم يجوز على الطبيب اللي يرخص شرعي، لكن هو ما قالوش الحقيقه. هو كان يتبع غير الطبيب تاعه، قال له لا تروح، روح راح، ما فاتش الطب تاع هذا الوكاله اللي تروح. الله يرضى عليك، وهذا واقع. ثم ملاحظه حبيت النبه، كل ما يجي موسم الحج يعرضونا على الطبيب النفسي.
والله كاين بعض الاطباء النفسانيين هما لازم لهم طبيب نفسي، يعني يطرحوا اسئله ما عندهاش معنى. يعني بعض الاطباء ان يقول ماهمش يقوموا بالواجب تاعهم، ما نعرف علاش بالك الغاشي بزاف، وبالتالي يصيبوا يسلك ولا لستو ادعي. نعم سيد يوسف، انت رحت معاه ورافقته، وقتاش يعني شحال قعدتوا فتره باش تختفى عن الانظار؟ هذا الاخ ذهب معي ومع اخته الى مكه وبقى معنا مدة 7 أيام. كنت معه؟ أنا كنت معه. وكانت أدى المناسك. في ذلك الأسبوع كان فيه صحة جيدة. كانت صحة جيدة. ولكن هو الشيء الذي لم نستطيع أن نكتشفه وهو أنه كان ينقص من الدواء. كان ينقص من الدواء. وكثير من الحجاج في وصول لمكة ما يشربش الدواء. كانت عنده 20 قطرة. ربما كيدير 5 ولا 6. وانتم علاش مع السيد واش بيسكو رحتوا معاه وعلى بالكم كل يوم انا اساله ويقول والله مكه اللي راني فيها والكعبه اللي كنت فيها نصلي الا شرب دوائي. صحيح شرب دوائه ولكن كان ينقص من الجرعه. اولا كاين خطا لازم ننبهك، المريض العقلي ما يخلوش هو اللي يشرب الدواء تاعو، يعطوا له الدواء يشرف عليه واحد منكم كان هو ما كانش واصل لهذه المرحله، كان في منزله مع زوجته ويشرب وحده. هاي يعني خطا يعني لان بعضهم بعد يولي ما يحبش يشرب. نعم. وزيد هو لما يوصل الى الكعبه يقول لك خلاص انا في بيت ربي لا يصيبني شيء. هو بروحه قال انا اتوقف عن الدواء، قال صديقه هذا صديقه قال لي شوف اتوقف عن الدواء واشرب ماء زمزم. شفت يعني ده هذه بسبب عقيده مسكين. احنا كانوا يحجوا معنا حجاج كي يوصل لمكه يولي ما يشربش دواء تاع قلبه، ما يشربش دواء تاع لا طونسيون. صحيح. يقول لك ما دام راني في بيت الله، بالعكس هو يتمنى ان يموت. ايوه يتمنى، يقول لك نموت في بيت ربي شكون كيما انا. ها هو قال لهم ما نشربش الدواء، نولي نشرب غير زمزم. زمزم لا يعوض الادويه. زمزم ماء مبارك ولكن لا يعوض الدواء. لا يعوض. نعم. صح كي قال لكم هكذا واش درتوا؟ وبعد انتم العقلاء واش درتوا؟ بعد اسبوع بدات الاضطرابات تظهر شيئا فشيئا. ماذا فعلنا له؟ اتينا بالشرطه واخذناه الى المستشفى الامراض العقليه. يعني كونكم وصلتوا الى الاستعانه بالشرطه معناتها حالته كانت مضطربه. يعني بلغت درجه انه اللي تقدروا تعاملوا معاه. شحال بقى في المستشفى؟ ليله واحده. الخميس في الليل، الجمعه الصباح على الساعه 9 هرب. ولكن كيفاش قدر يهرب هذا من المستشفى؟ هذا المشكله ان المستشفى يتكون من 3 طوابق. الطابق الثالث فيه الحارس، والطابق الثاني فيه الحارس، الطابق الاول اللي هو اصل اساسي فارغ. يعني هذه شهاده البلاغه اللي هذا اللغز. انه مستشفى الامراض العقليه تكون في حراسه، هذا من المفروض. اي على الاقل هذا متخصص في الامراض العقليه. لا متخصص في الامراض العقليه عبد العزيز. لا هذا يداوي كل الناس. لا ولكن اعلم هذا يداوي كل الناس اللي فقط على تفضل استاذ. اعلى استاذ المهنه نتاعو هو استاذ تربيه بدنيه، كيفاش انت قلت الكارثه ماشي لانه يدرس وبهذا الاضطراب النفسي، ماشي خطر على التلاميذ، يعني ماشي خطر. انا اتخيل انه في المؤسسه التربويه بلد اخر يعني. نعم. يحترم الابناء اللي يقراوا مهما كان نوع الماده اللي يقريها. يعني خطير جدا انك تخلي اطفال مع استاذ موظف منتمي الى سلك التربيه الوطنيه وهو يعاني اضطرابات نفسيه. كارثه يعني في الحقيقه كارثه. يعني بعدها بلغوكم انه هرب من هذاك الوقت انتم حوشتوا عليه يوم الجمعه؟ لا رحتوا للسفاره الجزائريه للسفاره. واش قال لكم؟ كمال جوا السفر ما رجعوهناش، قال لك ما خرجش من البلاد ما يخرجش، خليني الوثائق فما اللي تبين. ومن بعد من انقطعت كما صبناش رسلوا الاخ تاعو راح لحد الان. كنت عنده اطفال هذا الراجل؟ عنده اطفال هنا. شحال عنده اطفال؟ عندي 3. احنا شوفي الامر واضح، نديروا نداء للسلطات السعوديه انهم يساهموا معنا في البحث عن هذا الرجل الذي فر من المستشفى. وانا اظن ان انسان اذا بلغ الى المستشفى وفر، الان كاين مسؤوليه على المستشفى استاذي طبعا.
لان خلاص احنا وضعنا امانه في المستشفى طبعا. فيعني ماذا بينا يساهموا معنا في البحث، يساهمونا يعني. ونطلب من الوزاره تاع الخارجيه تعاوننا. قصدتهم قصدنا معنا اتصال بس لحد الان ما عطاونا معلومات، ولكن عامين استاذ والان في حكم الغائب، لان المفقود هو الذي لا يعلم مكانه. الغائب هو الذي منعته قوى قاهره من الرجوع، يعني هو انتم تعرفوا المكان تاعو، القوى القاهره هي المرض تاعو اللي منعه من الرجوع. المشكل اللي راح يوقع الان انكم لازم تنتظروا مده 4 سنوات، عليكم بعد 4 سنوات يعني في حالات الحظ وفي حالات استثنائيه، في حاله سلم كما الحاله تاعنا 4 سنوات، ويمكن للقاضي يقدر المده من تلقاء نفسه باش من بعد ديروا له الفقدان وعن طريق حكم قضائي. الزوجه تاعو عندها الحق تطلب الطلاق، تعيين مقدم باش يسير له اموره، وفي حاله العوده تاعو يقدر يسترجع الاملاك نتاعو ما بقي منها فقط. قلبنا كل مستشفيات مساجين، ربما قلنا راه مسجون ولكن دون جدوى. هذا رجل مريض صار من المستشفى بلا وثائق، يعني يكفي ان يدخل في اي حي من احياء السود واحياء البيض، انا نعرف مكه ونعرف الشوارع تاعها، نديروا نداء للجاليه الجزائريه في مكه المكرمه باش يتعرفوا على الصوره تاعها ويبذلوا المجهود. تشوف لنا مستشفيات بعاد اللي ما شفناش فيهم، ممكن شافوه في بعيد، دخلوا في مستشفى بعيد على مكه ما يعرفوا، احنا ما شفناش كان مستشفيات شفنا غير اللي قريبه. استاذ هذا ربما عينه من كثير من العينات، هذا عينه المسؤول على المنطقه فيه وراه عنده وليدات. لا انا نقول لك المسؤوليه في اول امر تقع على الاهل تاعو، على الاهل والاقارب، لانه حقيقة يعني شكون اللي يعتني بالإنسان إلا أهله، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نداء نوجهه لكل المسؤولين في كافة القطاعات، إذا عندكم أساتذة ولا مدربين ولا مشرفين على أطفال ولا على حتى في الجامعات مرضى بأمراض عصبية ونفسية راقبوهم، لأن هذا الأمر خطير. ولكن عاود نرجع بأن المسؤولية هي مسؤولية الأهل دائما. وبالمناسبة نقول لك يعني أكثر الحالات اللي تعرضوا فيها الأطفال للقتل من طرف الآباء نتاعهم كانوا يعانيوا من اضطرابات نفسية وعصبية، والأهل نتاعهم كانوا على علم. يتستروا عليهم ولما توقع الكارثة يبدأوا يهضروا ويقولوا كان مريض مرض عصبي. إذا الأمر ما يحتملش السكوت أكثر من هذا. نعم. الشيخ ربما كاين بزاف اللي حبوا يروحوا للعمرة والحج، لكن يكون عندهم واحد الأمراض وما يكشفوش عليها، حبذا لو أنه كل واحد يكون مريض يصرح باش ما يتفاداوا هذه المشاكل. هذا هو الواجب. المشكل ماشي ان بعض ما يصرحش، بعضهم يكذب. لنتصور اننا الحاله اللي رانا امامها الان انه مريض عقلي ويتعاطى الادويه وهذه القطرات هذوما، انا كي قلتي 20 قطره هاكي خوفتيني الاخت، لاني انا نعرف ان مريض عقلي قطره تهدئه 20 قطره وشنو يعني، كي عارفه معناتها مريض مرض حاد ما شربش الدواء نتاعو، هاي حالته الان يحوسوا عليه يعني. كان على هذه الاسره قدر الله وما شاء فعل، وانا على بالي بلي انتم تعاطفتوا لانها عمره وتقول راح البيت ربي وراهم معاه زوج، في بالكم لا شيء في هذا، لكن ها هي النتيجه. رايحين 4 سنين ينقضوا ان شاء الله، يتحركوا السلطات ويعمقوا في الابحاث نتاعهم ويبلغوكم. من عشاء مع عند المحسنين كل شيء انقطع عنا. صح. انا استاذ شكون يعوض هذه العائله؟ شكون كيفاش يقدروا يصرفوا على روحهم ينفقوا عليهم؟ لانه مشكلتهم لانه علاقته مع الوزاره اللي ينتمي لها انتهت، ماهوش يخدم، اذا ما عندوش حق يدي اجر معروف، ما عدا بعض الحقوق الاخرى ربما بعد ما يصدر الحكم، لانه هذا الحكم فاصل جدا في كل شيء، يعني في حقوقه في الميراث هو الحل في كل شيء. هو الحل مثل هذه العائلات صندوق بيت مال المسلمين وصندوق الزكاة، وهذه 700 صندوق اللي راهي موجودة مملوءة بالأموال ولا نعلم واش راهي دير هذه الصناديق. لمثل هذه العائلات لازم يكون بيت مال المسلمين ينفق عليها من ما يبان راجلها. حبيت نقول لك الأخت أنك أنت امرأة شريفة، وأنا أدعو الله لك من كل خير، لأن أنا نعرف كينسى راجلها ما به والو، وهي راهي روحها ماشي عاجبها الحال. شوفي انت زوجك راهو مريض عقليا ومفقود، وانت صابره محتسبه وراكي تربي في ولادك وشاده في الشرف نتاعك، شفتي؟ يعني انت امراه شريفه والله، ربي يعطيك على سر قلبك ان شاء الله، ويعاود يولي زوجك وتلتئم العائله. بارك الله فيك شيخ. سيدي واش تقول لنا على هذه القضيه؟ طلبك كذلك اكيد راهم السلطات يسمعوا فيك، وزاره الخارجيه، الديوان، انا شيء نطلبه من الدوله الجزائريه ومن وزاره التربيه
أن تلعب دورها الكامل. لا لا احنا ما نحبوهاش تلعب، نحبوها جد تقوم بواجبها. آه أيوة. لان كسرنا راسنا بهذه لاعبه الامير عبد القادر دورا هاما ولاعبه الوزاره دورا هاما، كاع كاع عم يلعبوا. ان تقوم بواجبها. ما دابينا تقوم بواجبها. خاصه الخدمات الاجتماعيه اللي هي حقها تلعب ايضا دور في هذا المجال. وهذه امراه راهي بولادها ما عندها وين تروح، تعمل ماهيش قريه. ما عندهاش مستوى عالي. تجي لقات المحسنين وصحاب الخير معاهم. وهو لقيت اهلها وامثالهم يعني. والجيران المحسنين. هذا معك. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ واش قلنا في الختام على هذه القضيه، خاصه انه صح وزاره التربيه وان كان دورها باش تراقب الحاله الصحيه لهذا الاستاذ وكان. هي الاف الحالات يعني الاف الحالات، ماشي حالات اكاد جدا بانه الاف الحالات، بدليل ان فيه كثير من التلاميذ يعانيوا مع كثير من الاساتذه. وهذه حقيقه ما كانش كمال ما كانش كمال. وفقط نقول لك بانه بالنسبه للخدمات الاجتماعيه العلاقه تاعهم منتهيه مع وزاره التربيه. الان بلغوكم بقرار توقيف ولا قرار الاجور تاعو توقفت؟ وتوقفت الاجور. نعم، لانه انتهت علاقته. اذا كيفاش تبقى العلاقه مع الخدمات الاجتماعيه؟ فصلوها عن المهنه. اي تخلي زعما ديروها متخلي على المهنه استاذ. حقيقه قانونا هكذا. لا حقيقه كل واحد ما يتحقش بالمهنه تاعو، يعني ما نرجعوش كل البلاد كلها على المساعدات الاجتماعيه، وهذا مريض يخلص وما يخدمش، وهذا غايب نستناوه يصبوا له في الاجور تاعو عامين لانه المراه تاعو في البيت. لا، فيه مصالح اخرى تشتغل، ولكن صرامه تاع القانون لازم تكون بهذه الطريقه. استاذي المشكل في العلاقه مع المصالح فيما بينها، يعني احنا نطلبوا تكامل المصالح. هما شاطرين غير ما جاش للخدمه وقفوا. ابحث علي هذا الرجل، عليه كان يخدم عندك هذا الرجل، وانت اللي قبلت وهو مريض عقلي يتعاطى الادويه. الشيخ مريض عقليا مرفوع عليه القلم، وهذو ما كاين بزاف اللي حبوا يروحوا لبيت ربي، حبوا يحجوا يعتمروا. العلماء قالوا اذا نعم. كان ياذي نفسه او ياذي غيره فلا يجوز له ان يعتمر ولا يجوز له ان يحج. لان المرض يختلف. صح. انا ابني حبيب الرحمن بيته معايا العمى، لان الطفل الطريزومي ما يطيع، يعني مطيع كما يقولوا طفل مطيع ياخذ الراي، وبالتالي اعتمر والحمد لله. ولكن انسان يتعاطى ادويه لو كان ما يشربهاش يولي في حاله هستيريه او حاله جنونيه، هذا ياذي نفسه وياذي غيره، وها هو المثال امامنا قائم يعني. نعم، نشكرك الشيخ. نشكركم سيدي سيداتي، نشكرك وان شاء الله ربي يسمعكم خبر. كونوا ان شاء الله نكونوا تكون اذاني صغيره تشوف فينا درك. امين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. إذا شكرا كثير سيدتي. مشاهدينا بهذا نروحوا لهذا الفاصل الإشهاري، بعدها نواصلوا نفتحوا قضية سيدة في ظرف 5 سنين تزوجت أكثر من 3 مرات لأسباب راح نكشفوها في القضية.